ومن منطلق حرص مؤسسي حملة كم الجميلة على مقدرات هذا الوطن، فقد دعت هذه الحملة على رأسها المستشار رفاعي نصر الله والأستاذة مها عبد العزيز. أولا بشكر بالفعل كل المجتمع المصري، خاصة القوات المسلحة، الشرطة، القضاء، الشعب المصري كله اللي بالفعل وقف وقفة حقيقية من أجل إنقاذ مصر من الظروف اللي احنا مرينا بها كلنا. وطبعا أفسر هذه النتيجة بأن الشعب المصري دلوقتي بقى شعب واعي. الأول يمكن كان في البعض أو نسبة كبيرة كانت مخدوعة بكلام معسول وما كانوش بكل بساطة، لأن الشعب المصري شعب بسيط وفي ناس ساذجة بتصدق أي شيء وتثق في الناس بسرعة من غير ما تحلل، ولكن التجربة بينت حاجات كتيرة زي ما بيقولوا المية بتكذب الغطاس، وده اللي حصل. فالشعب المصري دلوقتي واعي وعرف فين مصلحته. لو حد دلوقتي حب يغريه بأشياء مادية عشان يضر مصر مش هيقدر، واللي بيحصل دي قلة قليلة وهتندثر يوما بعد يوم. حضرتك بنسبة نزول الفريق أول عبد الفتاح السيسي خاضع طبعا لو هو نزل أنا شايف أنه اكتسح، لأن دلوقتي الشعب المصري أخذ ثقة. الشعب المصري دلوقتي ثقته بتيجي بالعمل مش بالكلام، يعني مهما في ناس عملت بشعارات وهعمل 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 وعندي خطة وعندي عندي مفيش. دلوقتي الشعب المصري شاف بعينيه وقدر يميز مين اللي خايف عليه ومين اللي انقذه. يعني المعجزة اللي حصلت من ربنا للشعب المصري من 30 يونيو الى 27 والفترة اللي احنا عشناها مع الدستور ومشيئة الله مع انتخاب الرئيس ومع البرلمان، كل دي معجزة ربنا حققها لنا عن طريق الفريق، واقدر عليه كمان مشير فريق اول عبد الفتاح السيسي، مع بالفعل الأشخاص الناضغين اللي حولوه اللي ساعدوه وقفوا جنبه بالفعل، إذا كان من القوات المسلحة أو الشرطة أو الشعب المصري. لأنه لولا أن الشعب المصري لبى نداءه بأنه ينزل بالفعل كان خسرنا كتير. ده حتى اللي بيقولوا عليه حزب الكنبة طلع. العواجيز يعني حاجة مؤثرة وخلتنا نبكي، أن ينزلوا عواجيز كان في الاستفتاء أو في يوم 30 يونيو و27 يوليو ينزلوا عواجيز بالكراسي قدام البيوت، منظرهم مش عارف يمشي بس بينزل عاوز يلبي النداء لأنه خايف على بلده، مش خايف على نفسه. هو خايف على نفسه ما هو يقول لك أنا خلاص أنا عايش هنا يوميني وخلاص، لا ده خايف على بلده. واحد يقول أنت كبير طب أنت خلاص، لا يقول أنا أنزل علشان أحفادي أولادي عشان الشعب المصري.